مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة. أنا وزميلي وأخي الأستاذ محمد التميمي كما عودناكم في كل يوم نطلع لكم الساعة 8:30 هيك مفاجأة بلقاء جديد وموضوع جديد. اليوم طبعا المرة قبل أسبوعين استضفنا الأستاذ وضاح الغسين المستشار العقاري وحكى لنا عن شراء المنازل والتغيرات اللي صارت خلال فترة الكوفيد 19. اليوم راح يكون موضوعنا تقريبا استكمالا لذلك الموضوع اللي هو عن طريق أو عن شراء العقارات والإجراءات القانونية وآخر المستجدات بهذا الأمر. واليوم ضيفنا في هذه الحلقة صديقنا وعزيزنا الأستاذ سامي غاوي. الأستاذ سامي غاوي طبعا أسامة 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 غاوي، لا هي أسامة دكتور. حبيبي حبيبي أسامة، هو لأنه أنا الإنجليزي راح أبرر لك الإنجليزي دكتور. يا حبيبي، عفوا بالإنجليزي اسمي سام، سامي بالعربي يس أسامة. شايف كيف هي ضربت الأمور مع بعض. حبيبنا حبيبنا. طبعا أسامة عنده خبرة في المجال القانوني لمدة تزيد عن 18 عام ما شاء الله، خريج الجامعة الأردنية، بكالوريوس في القانون، قانون ومعاه ماجستير من المعهد الدبلوماسي في الأردن وماجستير آخر من جامعة يورك في كندا. هو مارس القانون في الأردن، كان مستشار قانوني في قطر، وأيضا الآن عنده مزاولة المحاماة ويمارس المحاماة من في أوتوا، وهو مسن أو مجاز في المحاكم الكندية في مقاطعة أنتاريو. بنرحب فيه وأهلا وسهلا فيه، وأعتذر عن الخطأ في الاسم. مش مشكلة شرفتنا فيه. اليوم، الموضوع مهم جدا وأعتقد في ناس كتير بيسألوا عنه، فبنرحب فيك أنا وأخوي محمد تميمي، شرفتنا وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا في الجميع، أهلا وسهلا في الجميع. أهلين أستاذ أسامة، يعني تسلم. إحنا أنت حبيب وعزيز وغالي، الله واسمك يخليك، صراحة الله يخليك. أنا مرات بخربط على فكرة في اسمك، بس مش في الأول، يعني حتى أنا مرات بدل بخربش ما فيه. اسميك اسامه غاوي بسميك اسامه الغالي، فيعني الله يخليك، تسلم تسلم اي من غلاتك صراحه. استاذ اسامه، تسلم. يعني التقينا في الاستاذ اسامه في جمعيه العرب الكنديين اللي تاسست السنه اللي فاتت في اوتاوا، والاستاذ اسامه نكشف سر هون، نقول انه الاستاذ اسامه هو اللي راجع اللوائح الداخليه تبع الجمعيه حتى تكون متوافقة مع القانون الكندي وتكون متوافقة مع اللوائح العامة وتأخذ نمط وروح الجمعيات الغربية للتمتع بالحرية وحقوق جميع الأعضاء بشكل متساوي. فشكرنا له اليوم راح يكون شكر يعني في أكثر من زاوية، وإن شاء الله يعني اليوم نستفيد وتستفيد الجالية العربية من ما عنده من معرفة وعلم حقيقة مهم جدا. احنا اليوم كلامنا عن المنازل والعقار، واحنا صراحة بنعرف عن المنازل والعقار معرفة هو مش محترفين، واحيانا كثيرة الهاوي غير المحترف، ما هو بيحكي لك فلا كل من عرف الهوى ذاق الهوى، ولا كل من قرأ الكتاب فهيمه، مظبوط. فيعني احنا معرفتنا معرفة يعني قعدات هيك قعدات عرب، بنحكي وبندردش وبنفتي، لكن اليوم احنا نريد ان نسمع الفتاوى الحقيقية، فتاوى اهل القانون. فنرحب فيك استاذ أسامة، يا نبدأ. سيدي. أول شيء شكرا على المقدمة جدا جميلة. ويعني أول شيء أنا كمان بحب أحكي كل عام وكل جاليتنا بخير، لأنه شهر رمضان الفضيل بده يومين وبيجي علينا بحل علينا. رمضان مبارك مقدما نحكي للكل، وأشكركم طبعا مرة ثانية على هاي التقدمة، وأنتوا الخير والبركة. يعني حتى لو
يعني احنا بنشتغل في موضوع القانون فهي مهنتنا، بس انتم كمان اهل المعرفة، فاهل يعني. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم. العفو. استاذ اسامه، يعني احنا بنسمع عن السجل العقاري، ما السجل العقاري، فخلينا نبدا نحكي، تكون هاي بدايتنا، شو هو السجل العقاري وماذا يحتوي وكيف ممكن نوضحه بطريقه وبطريقتك المعتاده، التوضيح السهل الممتنع. تفضل. مشكورا. تسلم تسلم يا سيدي. السجل العقاري في اونتاريو يعني في كثير مرات بيصير في ابهام او لغط او خربشه بين اهلتنا وجماعتنا اللي بيكونوا جايين جديد على البلد، ودائما لما احنا نسجل بيت اول شيء بيسالونا عنه وين سند التمليك او وين ال يعني في 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 بلاد بسموه القوشان، اوكي، او سند التمليك. طبعا نظام السجل العقاري في اونتاريو مر تقريبا بمرحلتين اساسيات. اول مرحله هو اسمه كان بيستند اسمه Land Registry Act System، وبهذيك الفتره كان فعلا السجل عباره عن سجل ايداعي، يعني بقوم المحامي بمراجعه كل الاوراق القانونيه المودعه في السجل من اول ما تم ايداعها لاخر عمليه بيع او شراء او تاجير لها، وبعطي راي قانوني في الموضوع وبشوف اذا في عليها رهونات سابقه، اذا في عليها حقوق ارتفاق، او في عليها اي حجوزات او اي ريستريكشنز احنا بنسميها. طبعا بهذاك الوقت كان سند التمليك فعلا مهم، يعني كان بسموه الترانسفير ديد، هو الاثبات للملكيه وتأكيد على أنك أنت مالك وما في أي حقوق مرفقة أو متعلقة أو مرتبطة في الـ في الـ في الـ في العقار. من 25-30 سنة وجاي صار في نظام جديد اللي هو بسموه Land Title System Act أو Title Act يعني System، اللي هو صارت الدولة تقريبا تضمن المعلومات الموجودة في السجل التجاري، بطل نظام إيداعي فقط، ولكن صار في تقريبا كل المعلومات الموجودة فيه موثقة ومضمونة أكثر من ما كانت في السابق. طبعا هذا الحكي شو بيعني؟ هذا الحكي بيعني أنه الدولة قبل ما تبدأ توثق المعلومات عملت نظام بسموه Parcelized، يعني قاموا بعملية مسح شامل للقطع الأراضي، وصار في مسح لإلها وتحديد الأبعاد تبعتها، وصار لكل قطعة أرض في إشي اسمه PIN number. البين نمبر هو هذا حاليا الموجود بالسجل التجاري أو بالسجل العقاري للأرض، وهو هذا اللي بيكون بيعتمدوا عليه ليحطوا فيه المعلومات. التايتل ديد اللي أو الترانسفير ديد اللي بأخذه العميل لما يتسجل البيت، هذا صار صحيح فيه له إثبات، بس الإثبات المهم اللي هو ما هو مسجل لدى دائرة التسجيل Land Registry Office. وهذا الموضوع يعني ريح شوية، يعني صار في بطل في داعي لنعمل مراجعات قانونية لسنين لورا بالشكل اللي كان موجود على وقت اللاند ريجستري سيستم. ولكن الإجراء الصحيح أنه تم المراجعة لأربعين سنة، يعني من تاريخ الترانزاكشن لأربعين سنة لورا حاليا، وهي شغله مكلفه حاليا. شو صار فيه؟ لانه صار كل شيء اوتوميتد وكل شيء صار مسجل الكتروني، كله اي ريجسترينج لكل المعلومات، فصار الموضوع انه نقدر نعمل اونلاين سيرش بنسميه تايتل سيرش، بنفوت على اللاند ريجستري اوفيس، بنسحب البارسل تبع العقار، بنراجع المعلومات اللي فيه، نتاكد انه ما في رهون، ما في اي امور او مشاكل في العقار. ما بعرف إذا الدكتور بيقدر يحط لنا نسخة من البارسل ريجستري، أنا عملت ديمو فيرجن إله. ففعل بالضبط هذا هو المعلومات. المعلومات طبعا بتكون في البروبرتي ديسكريبشنز، بكون في إيش نوع العقار، في سيمبل، في سيمبل معناته ملكية خالصة بنقدر نسميها، في نوع الكواليفاير، يا بكون مثلا كونفيرجن كواليفايد، يا أبسولوت، يا أبسولوت بلس، وكل واحد له معنى تعتمد على المعلومات الموجوده في سند التمليك، او مش في السجل العقاري، خلينا نقول مش سند التمليك.
طبعا الالكترونيك سيرش اللي بيصير عن طريق نظام كمبيوتر اسمه تيرا فيو بخلينا نفوت على كل بيانات المسجله على العقار، وكل كود ممكن انت تحط رقمه وتطلع المعلومات اللي فيه، او اذا احتجتها طبعا، اذا احتجت معلومات اضافيه. وفي بعض الكودات محطوط جنبها بكون ديليت، يعني فرضا اذا كان مسجل في رهن على العقار مثلا، اذا ممكن تنزل شوي دكتور لتحت على الصفحة الثانية، ممكن تشوفوا في محلات مكتوب عليها تشارج وترانسفر. طبعا هذا بيبين انه صار في تشارج، معناته رهن من لإله وترانسفر من لإله. طبعا احنا بنتأكد انه هو ديليتد ولا مش ديليتد، واذا في اشي باقي بنشوفه بنراجعه. فعملية التايتل سيرش صارت اسهل لما تفوت عليها بطريقة إلكترونية. المراجعة لـ40 سنة لورا بتكون مطلوبة مرات حسب نوع التايتل حسب نوع البيانات، بس بالأغلب حسب موقع العقار وحسب زي ما قلنا البيانات ممكن ما تحتاج لإلها. وبالمقابل نشري إشي اسمه تايتل انشورنس، اللي هو انشورنس بضمن إذا في أي أخطاء، إذا في مشاكل في الزونينج، إذا في مبالغ متعلقة في العقار مش مدفوعة من قبل، شايف كيف؟ بكون هذا التايتل بغطيها. إذا في عمليات فراود كمان في تايتل سيرج بغطيها. أوكي، فهذا هو النظام السجل العقاري بشكل عام. تحول من نظام إيداعي لنظام فيه بيانات موثقة، وصار السجل العقاري هو السجل المعتمد. الترانسفر ديد اللي بأخذها الكلاينت كمان هذا معتمد موثق، بس صار يطلع زي ما تقول برينت أوت، لا في عليه ختم ولا في عليه طابع ولا في عليه كذا، وما بحتاج لهالموضوع هذا. احنا كان الصوت عندك، صوت دكتور جمال ميوت عندك الصوت، ف احنا كان في عندنا صوتي كان واضح ولا صوتي كان واضح؟ تمام. انا بس علشان على النقطه نفسها، مهم جدا الان انه كل المعلومات بتكون موجوده على السجل العقاري، وبالتالي اذا في رهن، اذا في اي شيء، ممكن الواحد يعرف من خلال المحامي يعرف كل المعلومات عن العقار. طيب صح. انا مره ممكن اعطيك مداخله بس شغله واحده. نعم. يعني احنا نرجع نحكي على الكواليفاير اللي موجود على العقار، اذا كان مثلا هو كونفرجن كواليفايد ولا ابسولوت. اذا كونفرجن كواليفايد مكتوب، هذا معناته اللي موجود على السجل العقاري هو اخر بيانات وجدت او تم ايداعها في اللاند ريجستري سيستم، اخر بيانات. عشان هيك احنا بنحكي انه يعني الشغل الصحيح انك انت تراجع البيانات الـ40 سنه ورا، شايف كيف، اساس تتاكد انه ما في شغلات موجوده وما انحطت. بس بالمقابل بدل ما تعمل كل هذا الاكسرسايز، وهذا اكسرسايز فعلا مكلف، ماشي، صار في شغله انك تاخذ تايتل انشورنس، وهذا التايتل انشورنس هو اللي بيضمن لك اياه، بيضمن لك اذا في غلط في الزونينج. تقريبا في شغلات كثير مره بتصير في غلط بالزونينج، شايف كيف، فبضمن لك انه اذا في اغلاط من هذا النوع، اذا في فرود، اذا في بعض الالتزامات الماليه المتعلقه بالعقار ما بينت، شايف كيف، بالاونلاين تايتل سيرش التايتل انشورنس بغطيها. ممكن يكون يعني السجل العقاري نوت ابديتد؟ لا، يعني شوف احنا اللي هنحكي هذا الحكي، خلينا كمان ما نخوف الناس، يعني بالمناطق المأهولة في السكان يعني موست لايكلي ما راح يكون في كتير اغلاط، شايف كيف. أوكي. بس بضل انه تشي التايتل انشورنس شغله مهمه، لانه ممكن تختصر عليك، توفر عليك انك تعمل البحث اللي انت مطلوب منك كمحامي تعمله، شايف كيف. نعم. وكمان بحميك، والتايتل انشورنس ريليتيفلي مش غالي، يعني انت بتدفع البريميوم تبعه مره واحده فقط، شايف كيف، وبحميك لايف تايم، شايف كيف، لحد ما البيت طيب. يرجع ينباع او كذا. وكل بنوك اللي بتعطي مورجج بتحط شرط، لانه تعطيك يعني مورجج لازم يكون في عندك تايتل انشورنس، شايف كيف. طيب احنا ما بدنا يعني بس نقطه، احنا يعني السيرش المور ديتيلز بيصير اذا كان البيت انت شاريه في منطقه فعلا بعيده او منطقه مش مأهوله. بس حاليا اذا مناطق انعملت وانعمل فيها سب ديفيجن للارض وواحد من البيلدرز بناها، فموست لايكلي كل التايتلز راح يكون ابسولوت ابسولوت بلس، شايف عليك، وبالتالي يعني الاحتمالات انه يكون في مشاكل على التايتل ضئيله جدا. ولكن كمان هذا ما بيعني انه انت مش لازم انك تعمل، يعني يو هاف تو دو يور هوم ورك، شايف كيف، ولازم تعمل السيرش الاونلاين سيرش، ولازم تشتري التايتل انشورنس. طيب يعني حتى لو البنك ما طلب تشتري، يعني هذه طيب. هي النقطه.
سؤالي الأخير عن الموضوع هذا، yeah. مرة كان في نقاش على موضوع عقار مع عقار، وكان صديق لنا بيحكي إنه لأنه كان في شيء في إغراءات واضحة في العقار في بيعه، فقال إنه يجب التحري بالنسبة لموضوع العقار. أحيانا بكون في تغييرات حتصير على المنطقة وصاحب العقار عرف فيها فيريد إنه يتخلص من العقار قبل ما تصير هذه التغييرات، هل الإنشورنس حيحمي في مثل هاي حالة؟ لا طبعا طبعا لا، الانشورنس يعني في حالات، يعني اذا في شغلات راح تصير، مستجدات راح تصير على المنطقه، اذا راح يصير في يعني بعرفش، مرات بيصير انه بدهم يبنوا مثلا موقف للباصات، ممكن نعم تصير منطقه فيها ازعاج، او ممكن تكون نعم يعني ينعمل فيها مشروع. طبعا هون انت يعني ما بعرف، كثير مرات البلديه لما بدها تعمل مشروع في منطقه مأهوله بتبعت نوتس لكل السكان بتقول لهم راح يصير هذا المشروع 1 2 3 4 5 واذا عندكم اعتراض خبرونا. ماشي، هذا اجراء جدا معتاد تنعمل من البلديه. هذه الامور ما يعني ما بتدخل، ما بشملها التايتل انشورنس. شايف كيف التايتل انشورنس مين اللي بيغطي اذا في مشاكل في الزونينج، اذا في مثلا ورك اوردر جاء من البلديه وما كان مبين اول يوم ما شريته بغطيه، اذا كان مثلا البيلدينج بيرميت كان في مشاكل فيه، البناء صار مثلا مش زي البيلدينج بيرميت اللي معطي، في صار في شويه خلافات بغطي، اذا في مثلا متاخرات ضريبيه اوكي كمان بغطيها، مشاكل بالسب ديفيجن بتتغطى في الموضوع. يعني في حالات كثير صارت انه الزونينج، يعني احنا بيحكوا لك اكثر شيء الزونينج، اكثر مثال بنعطى هلا، ما بنحكي انه هاي بتصير كثير، كمان بدناش كمان احنا نخوف، مرات في الزونينج بكون مثلا البيت مش مبني من ضمن الحدود المصرح فيها للبناء، او مبني بمساحه اكبر من في المطلوب. تعدي شايف كيف؟ ففي تعدي بالضبط، ببلادنا بسموها تعدي، شايف علي كيف؟ التايتل انشورنس بغطي هاي النقطه. اوكي؟ طب انا وبعوضك وبعمل تصليحات، نعم. بدي اسال سؤال. انا شايف هون انواع البروبرتي، في فري سيمبل ابسولوت، بنسمع كثير عن هذه الشغلات انه هذا ملك للجفرمنت وبعد 99 سنه، او فري لاند، مش عارف هل هي نفسها، ممكن تشرح لنا اياها شويه؟ لا هلا الكواليفاير اللي هو ايذر بسموه يا كونفرجن كواليفايد، وزي ما قلت لك هذا السجل العقاري بيكون اخذ اخر بيانات انحط تم ايداعها في اللاند ريجستري سيستم. شايف كيف؟ من غير ما يتم مراجعه اي بيانات تمت في السابق. النوع التايتل الثاني اللي هو مثلا الابسولوت، لما يصير في سب ديفيجن للمنطقة، البيلدرز تقريبا بيعمل السب ديفيجنز، بقطع البلوك للوتس وبيبدا يحضرها للبناء والديفلوبمنت. شايف كيف؟ هاي بيطلع لك ابسولوت، فبالتالي بيكون تقريبا يعني كل المعلومات مراجعه، اذا في مشاكل بيكون في مشاكل اخطاء في البيلدينج بيرميت او بطريقه البناء او كذا. وفي شيء ثاني بسموه الابسولوت بلس، اللي هو فعلا اللي بيكون الكونفرجن كواليفايد، تحول يعني تم مراجعة البيانات القديمة وتم التأكد أنه ما في مثلا ملكية بوضع اليد، حالات الملكية بوضع اليد، أو في إيزمنت رايت حق ارتفاق تم اكتسابه عن طريق الاستعمال لمدة 10 سنين أو أكثر. شايف كيف؟ أو كمان الملكية بوضع اليد بحطوها كمان إذا كان أنت مستعمل العقار لأكثر من 10 سنين وفي لها شروط معينة. طبعا هدول حالات نادرة ما تصير حاليا. لما يتم مراجعه كل البيانات السابقه ويتم التاكد ان المعلومات المحطوطه بالسجل العقاري صحيحه، ساعتها بيصير بسموه ابسولوت بلس. هذا بالنسبه للكواليفاير. هلا الفي سيمبل حاولت الاقي ترجمه لها يعني باللغه العربيه، اقرب ترجمه لقيتها اللي هي بسموه ملكيه خالصه. بالزمانات كان الكومن سيستم ما كان فيه كان ملكيه خالصه للشعب، يعني كان موجود فقط لل إقطاعيين، للفرسان النايتس، للكليرجي يعني القساوسة في الكنائس، وكان الباقي يعني الطبقة العاملة أو الطبقة اللي بتزرع وتفلح وكذا كانت تأخذ نظام الأجار. شايف كيف؟ هلأ هذا نظام جدا جدا قديم، عن النظام الإقطاعي، وتقريبا التغى من أيام متوقعة الماجنتا. عرفت كيف؟
وثيقة المجانسة زي ما بيسموها، شغلة كتير قديمة. حاليا معظم العقارات تقريبا بتكون في سيمبل اللي هي ملكية خالصة، في حالات تانية بتكون مثلا لايف تايم اونرشيب، بتصير انه العقار موصى به او انه بيتم نقل ملكيته لشخص لينتفع فيه في حياته، بعد مماته بيرجع العقار للشخص المالك الاصلي، شايفين؟ ففي هذا نوع ملكيه، هذا كثير مش دارج، يعني مش يعني الناس ما بتشوفه كثير هون، هو معظم الناس بتشوفه في سيمبل، شايفين؟ بس هذا النوع من الملكيه موجود. كمان الليز هولد هو تمليك المنفعه، يعني انت تمتلك المنفعه لمده معينه من الزمن وليس مده ابديه، اللايف تايم، شايف كيف؟ فهو بسموه الليز هولد. هاي كلها من يعني اندر كومن لو بتتسمى ملكيات، شايف كيف؟ ملكيه العقار كارض زي ما احنا بنفهمها انك انت مالك هذا العقار، هو بسموه في سمبل اللي هي الملكيه الخالصه للعقار، اللي انت صحيح. بتقدر تورث العقار بعد ما يعني بعد حياتك، او ممكن وهذا تسوقه او ممكن تبيعه. الأغلبية وهذا الأغلبية في الوقت الحالي. الأغلبية حاليا إحنا يعني فعلا اللي عايشين في المدن وكذا وإشي، حتى في الكاونتيز معظمهم راح يكون أيوة. يعني في سيمبل، أوكي. شايفين؟ إذا واحد وصى يعني بصير بوصي بطريقة ثانية يعني. في بعض الإخوان عم بيسألوا عن طرق التواصل مع الأستاذ أسامة. أنا حطيت اللينك تبع المكتب اللي بيشتغل فيه ورقم التلفون، فإذا حابين تتواصلوا إذا عندكم أي استفسارات أكيد برحبوا فيكم. جزيل أستاذ محمد تحب طيب، تسأل ولا أسأل؟ تفضل. أنا كنت بدي أحكي على الآن بالنسبة للمنازل. لحد الآن إحنا تكلمنا عن السجل العقاري، هل صار أي تغييرات على السجل العقاري في الفترة الحالية على الأسلوب القديم والإجراءات القديمة وبعض التعريفات وبعض التكييفات؟ هل صار في تغيير لا بالنسبة للظرف الحالي يعني ولا باقي الوضع كما هو للظرف عليه؟ الحالي لا، ما في تغيير. الدايركتور تبع التايتل مينستري اند جفرمنت جيف لين بمقابله له مع نقابه المحامين تبعت اوتاوا سوسايتي اوف اوتاوا اكد انه اللاند ريجستري اوفيس راح يضلوا فاتح، تيرا فيو سيستم راح يضلوا شغال. تيرا فيو سيستم هو السيستم اللي احنا بنستعمله كمحامين لعملية تسجيل العقارات، بيع وشراء ورهن وأمور تانية. المكاتب اللي بتتم إنه اللي بيحتاج إنه الشخص يروح فيها بشكل شخصي ليعمل المعاملة، هاي صار في أوقات عمل زي ما فهمت إنه اختلفت، بس فعليا هاي مش لل يعني هاي ما بتتعلق في أمور بيع وشراء المنازل. معظم بيع وشراء المنازل هون كإجراءات بتتم أونلاين، لا البائع بيشوف المشتري ولا المشتري بيشوف البائع، لا محامي البائع بيشوف المشتري ولا محامي المشتري بيشوف البائع، كله بيتم اونلاين على التليفون، مراسلات في الايميل، وبنبعث الاوريجينال باي كورير، فكله بيصير اونلاين. وزي ما حكيت انه الدايركتور تبع اللاند ريجستري اوفيس اكد بشكل صريح انه اللاند ريجستري اوفيس راح يضله موجود وراح يضل العمل قائم. هلا سرعة العمل أكيد ما راح تكون زي الوضع الاعتيادي، لأنه في جزء من الستاف بيشتغل من البيت، جزء من الستاف بيشتغل بالمكتب، العدد الستاف اختلف يعني أكيد صار أقل، وبالتالي سرعة تنفيذ الإجراءات ما راح تكون سريعة زي أول، بس كمان يعني راح ريلاتيفلي يعني هم بتتم بشكل معقول يعني. طب هل واحنا تتوقع فعليا كل ال يعني فعليا احنا ما حسينا كثير مشاكل في عملية تسجيل عقار حاليا كإجراءات قانونية، طبعا انا هم بحكي اوكي هل كإجراءات قانونية تتوقع ما انه شفت اي مشاكل فيه. هل تتوقع استاذ اسامه على بعد المرحله هذه اللي احنا فيها، في بعض الاجراءات او بعض التعريفات حتى لو ما تم تغييرها الان، متوقع ولا بد ان يتم عليها تغيير في القريب العاجل؟ يعني التغييرات على السجل لا، كإجراءات بيع وشراء عقارات احنا لسه ممكن ما حكينا فيها وما دخلنا فيها حاليا، لا، بس على السجل، يعني مثلا اليوم انت بتحكي لنا انه في بعض الاساليب من التملك اختفت
وبعض الأساليب في تركيز عليها بشكل كبير، وفي بعض الأساليب كانت مش موجودة فصارت هي الرائجة الآن زي السيمبل نوع الآن. هل تتوقع أنه في شيء حيختلف بالنسبة لهذا بناء على الأوضاع الحالية أو الأوضاع التأثيرات القادمة؟ لا حاليا بالسجل لا، ما ما مش شايف في داعي انه يتغير شيء، او انا مش شايف يعني بشكل شخصي انه في شيء ممكن يتغير. هلا في سمبل الملكيه الخالصه هو الـ 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 يعني هو النظام اللي دارج اللي ظروف يعني ظروف المجتمع او تطور المجتمعات وتطور نظام الملكيه هو اللي خلاها موجوده، بس هذا ما بيعني انه ما في الانظمه الثانيه مش موجوده كلها، يعني عمليات التاجير وعمليات نقل الملكيه واللايف تايم اونرشيب كلهم موجودين حاليا، بس الرائع زي ما انت حكيت هو طبعا الملكيه الخالصه، ما في حد هلا مستعد انه يعمل انفستمنت او يشتري اذا العقار مثلا مش حيكون عنده ملكيه خالصه، شايف كيف؟ فتغيير في السجل التجاري ما في اي تغيير في عمليه الاجراءات القانونيه لانه يتم عمليه شراء منزل، يعني بالوقت الحالي صار في تغييرات وهاي التغييرات يعني هي فقط يعني زي ما انا بسميها تغييرات وقائيه فقط لتحمي. خلينا نبدا نحكي شو الاجراءات الطبيعيه كيف كانت وبعدين نحكي شو اللي صار في جديد. هلا انا بدي اشتري منزل، انا لقيت منزل والريال استيت خلص ضل وعملنا الديل، ايش الخطوه اللي باجي بلجا فيها للمحامي العقاري؟ طبعا يعني المحامي طبعاً العقاري صحيح، يعني اذا بدنا ناخذ الطريقه الاعتياديه المحامي هو اخر مرحله في عمليه شراء المنزل، يعني لما واحد يبدا بده يشتري منزل اول شيء بشوف يعني ريل استيت ايجنت ومورجش بروكر، بشوف حاله هل هو ممكن انه يوفر التمويل اللازم لشراء المنزل، وطبعا بتعامل مع مورجش بروكر او والشخص الثاني اللي بحتاجه اللي هو الريل استيت ايجنت لحتى ياخذ فكره على سوق العقاري وشو بقدر يشتري وشو احسن عقار ممكن يناسبه ويناسب ظروفه الحاليه يعني الظروف العائليه. فهي بتبدا مع المورجج بروكر والريل استيت ايجنت، بس يتم تقديم الاوفر ويصير في قبول للاوفر اوكي، ويصير عقد يعني اول شيء بالاغلب بيكون عقد مشروط، ولما كان السوق فعلا عليه في طلب اكثر من العرض كان مرات ما يحطوا حتى اوفرات مشروطه، يكون الفيرم اوفر دايركت. المهم المحامي دوره تقريبا بيبدا من يوم ما يجي الفيرم اوفر، بعد ما يصير الشخص عنده اوفر او 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 اذا بدنا نسميه بطريقه قانونيه هي اجريمنت سيل اند بيرشيس اجريمنت، يعني وانس انت يسبمت ذا اوفر لما تقدم العرض للشراء وتم قبوله من البائع صار هذا عقد ماشي. وهون العقود وهذا العقد هو مش عقد بيع، هو اتفاق على البيع ماشي. البيع بيتم وقت الكلوزنج، وقت ما يتم التسجيل وتتم الاجراءات القانونيه، شايف كيف؟ فهي اتس ان اجريمنت تو سيل اند باي، شايف كيف؟ بس يصير عندك فيرم اوفر طبيعي بده المشتري بده يشوف محامي، والبايع طبيعي راح يكون عنده كمان محامي، بيجينا نسخة العقد، نطلب احنا طبعا اي دي لانه احنا مطلوب مننا انه نتأكد من شخصية العميل طبيعي، ونطلب الاوراق الثانية اللي هي مثلا هل انت عندك مورجج، مع مين ماخذ المورجج، مين الممول للعقار، ونطلب منه يعطي الديتيلز تبعون المحامي على اساس انه البنك يتصل فينا ويبعت لنا المعلومات او اللي نسميه احنا المورجج انستراكشنز، شايف كيف؟ ففعليا بكون بدنا احنا العقد، بدنا يكون الاي دي، بدنا يكون كمان عارفين مين البنك اللي بده يتصل فينا عشان يبعث لنا المورجج انستراكشنز. في اسئله بنحتاج نسالها بتعتمد على الحاله، اذا شخص ما عمره شرع عقار بحياته في شيء اسمه الفيرست تايم هوم باير باخذ ديدكشنز 4000 من الرسوم نقل الملكيه، في حالات بكون باخذ نص المبلغ هذا في حال انه احد الزوجين فيرست تايم هوم باير والثاني مش فيرست تايم هوم باير، في لها شروط طبعا محدده بدها شرح. فاحنا بنتاكد انه الشخص يعني اذا هو كواليفايد ليكون فيرست تايم هوم باير ولا لا، او احد الزوجين اذا كان متزوج. طبعا بنسال اذا البيت هو يعني انت راح تستعمله از ان انفستمنت لتأجره ولا بدك تستعمله از يور برايمري ريزيدنت، شايف كيف؟
اذا از يور برايمري ريزيدنس وبدك تاخذ مورجج بدنا نسال هل انت مسجله باسمك لحالك ولا باسم الزوجين. اذا باسم شخص احد الزوجين فالثاني لازم يكون موافق، هذا شرط طلبه البنك ليعطيك التمويل. طبعا اذا كان الملكيه لزوجين بنسال او مش بنسال، الاغلب هي بتكون الملكيه بنسميها احنا جوينت تيننت. هون في نظامين للملكيه، في بالاغلب جوينت تيننت وتيننسي ان كومون. اول وحده فيها شيء بنسميه سيرفايفر شيب رايت، الثانيه ما بكون فيها سيرفايفر شيب رايت. اذا ضل وقت في الحلقه ممكن انا اشرح شوي عن هذا الموضوع. فبس ناخذ كل هاي البيانات خلاص نيجي لمرحله اللي حكيناها في اول حلقه اللي هي التايتل سيرش. بنبدا نعمل التايتل سيرش، بنبدا نشوف البيانات بس نخلص نتاكد انه العقار يعني ما في عليه اي اشكاليات او نعرف اذا في عليه اي رهون ما رهون. احنا على طول بنبعث شيء بنسميه الريكويزيشن ليتر للمحامي اللي بيمثل البائع. الريكويزيشن ليتر طبعا نطلب احنا الاوراق المطلوبه من البائع، نطلب تأكيد طبعا. انه طبعا استاذ اسامه عفوا الشخص بده يبيع. عفوا في سؤال هون على موضوع الفيرست هوم باير، في كندا بس ولا بشكل عام في كل العالم؟ لا هو فعليا باي محل بالعالم اذا انت مالك بيت ما يو ار نوت كواليفايد. كيف؟ بالضبط يعني هذا هو القانون. فاذا انت يعني مالك بيت باي محل ثاني فعليا انت مش يو ار نوت اليجيبل للفيرست تايم هوم باير. هلا بس تبعت الريكوزيشن ليتر، انت بتبعتها بتطلب من المحامي الثاني يزودك في الاوراق المطلوبه ويزودك بالتعهدات انه البيت ما عليه رهون، انه البروبرتي داكس مدفوعه بالكامل، ما في يوتيليتيز يعني مبالغ مدفوعه لل يعني اليوتيليتي اكسبنسز مدفوعه بالكامل. شايف كيف؟ اذا كان البيت كوندومينيون طبعا احنا بنكون اوريدي بعتنا للكوربوريشن المسؤول عن الكوندومينيوم، تبعت لنا شيء بنسميه الستاتس سيرتيفيكت حتى كمان نراجع البايلوز تبعت الكوندومينيوم، هذا فيه له اجراء خاص. طبعا بس يتم كل هذا الاجراء ونبعت الريكويزيشن ليتر بيصير شغل الاعداد للكلوزنج دوكيومنتس وبنفس الوقت اعداد المورجج دوكيومنتس. وبس تخلص كل هاي الامور ونعمل كل الاوراق بيجي الكلاينت يوقع وبعدين بصير المحامي بفوت اونلاين على التيرافيو بيبدا يسجل بيانات الكلاينت تبعه ويحط الستيتمنتس احنا بنسميها اللي بتتعلق في هذا الترانزاكشن. طبعا هاي الستيتمنتس بتنحط بناء على الاوراق الموقعه عند المحامي وبعدين بس يتم الـ يعني الـ استكمال توقيع الاوراق واستكمال البيانات بيصير في اكسشينج بين المحامين للاوراق الاصليه. طب هون سؤال بدي اوقفك معلش استاذ اسامه، موضوع التوقيع هل بصير بالاوفيس عندكم ام اونلاين في الوقت الحالي؟ يعني اتوقع هذه هي نقطه عم تسال. سؤال جدا مهم. يا الوضع الطبيعي لازم يجي على المكتب عندك لتتاكد من الايدنتيتي تبعه للعميل ويتم التوقيع في حضورك. بس حاليا تم التصريح او تم السماح انه يتم التوقيع بنسميه ريموتلي او فيرتشوال ميتنج، نعمل ميتنج عن طريق زوم ولا اي 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 برنامج باهلك انك تشوف الطرف الثاني هو بوقع في 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 منزله. شايف كيف؟ بالتالي انت يو ار ويتنسينج السيجنتشرز ثرو فيديو كول او فيديو ابلكيشن، بحيث انك بتشوف انت الكلاينت عم بوقع امامك وانت عم بتشوفها ريموتلي، يعني انت عم تشهد على التوقيع بشكل يعني ريموتلي. اوكي يعني احنا بنسميها يعني ريموت سيجنتشرز. شايف علي كيف؟ حاليا هذا صار الاجراء مقبول. كمان الكلاينت اللي بده يشتري بيت بالعاده البنك طبيعي ما راح يعطيه كل المبلغ، فبضل هو في مبلغ لازم يجيبه من طرفه. بالاغلب الكلاينت كان يجي لما يجي يوقع بكون جايب الشيك اللي هو من طرفه اللي نحط في التراست اكاونت تبع المحامي ليكمل التكاليف او المبالغ اللي محتاجينها لنسكر على البيت او نعمل كلوزنج للترانزاكشن. حاليا كمان صار في اجراء انه بدل ما يجي ويقابلك هو ويعطيك الشيك، صار من المقبول انه هو يروح يودع لك الشيك في الحساب دايركت او يعمل يعني يعمل ترانسفير، بس مش اي ترانسفير طبعا، لازم يكون يعني
يعني ينعمل واير ترانسفر ممم حتى انت تضمن ان المبالغ محطوطه وما لا يجوز سحبها باي وقت. الاغلب هو بنعمل بنك درافت او سيرتيفايد تشيك، بنعمل من بنك العميل او من بنك الكلاينت وبروح بحطه بالتراست اكاونت تبع بنك المحامي من غير ما يصير في تواصل مباشر او فيزيكال لايك كونتاكت مع المحامي. فعليا يعني خليني احكي لك بشكل شخصي، احنا يعني صح بنعمل ريموت سيجنتشرز، بس في كثير حالات انه بضل انه الكلاينت بقول لك انا مش كثير يعني صحبه مع التكنولوجي والسيستم والهذا، بفضل اجي اوقع. معظم مكاتب المحاماه صاروا محاضرين ميتنج روم فيها السانيتايزرز والهايجينز والجلوفز واقلام، يعني صار الكلاينت عندنا بيجي بوقع والقلم الموقع فيه باخذه معه، شايف كيف؟ فصار كمان في اجراءات متبعه في المكاتب احترازيه احترازيه لتحمي العميل لما يجي وتحمي نفسك انت كشخص. فبصير يعني، وكل معظم مكاتب المحاماه يعني استعملوا اكبر ميتنج روم عندهم عشان يكون في يعني سوشيال ديستانس كافي. صار في اساليب متبعه يعني مختلفه، يعني كان صار انا سمعت انه في مكتب محاماه بحط له اوراق في الميتنج روم مكشوفه، بيجي الكلاينت بفوت على الميتنج روم وبوقع، وهو هم بتطلع من غرفته بالكاميرا على التوقيع، وبعدين بس يخلص التوقيع بيجي بيستلم الوراق. يعني عمليه الاتصال مع الطرفين بتكون مش اقل من دقيقه، شايف؟ ففي حالات متبعه بهذا الاسلوب، بس فعليا النقابه حاليا او لو سوسايتي سمحت انه يتم التوقيع فيرتشوالي، وحتى مش بموضوع العقارات، حتى سمحوها بموضوع الوصيه، صار في اجراءات متبعه لانك انت توقع الوصيه كمان اونلاين. طبعا بدنا ننبه مش اي سيجنتشر اللي هي انت بتوقع مثلا بتكون اي سيجنتشر، لا بده يكون فيديو كول، والمحامي هم بيشوف العميل هم بوقع عن طريق الكاميرا عن طريق البروجرام او الابلكيشن. معناها بعدين بدك ترسلها بالبريد، بصير في تواصل عن طريق الكورير، او بيجي بحطها مثلا على الريسبشن في المكتب وبترك، وبعدين المحامي باخذها. يعني بصير اجراءات، الفكره انه هي اجراءات احترازيه، انت ما هم تمنع يعني ما هم تمنع التواصل 100%، بس هم بتقلل قدر الامكان من التواصل على اساس انه الاحتمالات انه يكون في لا سمح الله عدوى مع اي طرف انها تكون اخف. طيب معناها سؤال بس سريعا، في الأستاذة نادية بتسأل، سمعت انه توقف او منعوا البيع، اتوقع انه هذا يعني انه لسه في بيع وشراء. لا منعوا البيع، لا ما توقف، اتوقع هي بتحكي انه بطل في تراخيص لتبدا تعمل، يعني البيلدرز اوكي بتوقع بطلوا ياخذوا تراخيص ليعملوا، او مش مسموح لهم في الوقت الحالي تو ديفلوب نيو كوميونيتيز، يبدوا يعني البيت اللي بلش يبني ينبنى عم بيكملوا فيه اوريدي، اخذوا تصريح للبناء، بس انك تبدا بمشروع جديد بتوقع هلا هذا سسبندد. اوكي وانا ما اتوقع انه يطول، شايف كيف؟ يعني انا ما اتوقع انه هذا يطول، بس لا عمليه البيع البنى مستمره. بالنسبه للبيوت الجديده صار في إشي كثير من الناس استلموا بسموه نوتس اوف ان افويدبل ديلي، هذا من وراء وباء الكورونا ومن وراء البانديميك، حسب العقود تبعت البيوت الجديده اللي تحت البناء يعني نيولي بيلت كونتراكت اللي بيعملوها الديفلوبرز، في دائما كل عقد معه إشي اسمه التاريون وارنتي. التاريون وارنتي هاي هي بتحدد الكريتيكال ديتس اللي هي مواعيد التسليم، وقديش البيلدر بقدر يأجل من غير ما يدفع غرامات، او المده اللي بقدر يأجل فيها مع تعويض العميل. طبعا من ضمن التاريون وارنتي في بند معرفين انه في حالات ممكن انه البيلدر يعمل سسبنشن على 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 البناء، او انه يأخر في عمليه البناء، يصير في ديليز بسموه ان افويدبل ديليز. من ضمن التعريف حاطين تعبير البانديميك، اوكي فالبانديميك يعني موجود اوريدي في التاريون وارنتي اللي اعطت البيلدر الحق انه يعطي الكلاينت نوتس اوف ان افويدبل ديلي، يقول له انه احنا حاليا في عنا يعني حاله مش عم بتخلينا انه نستمر بالبناء بالشكل المطلوب، وراح يتاخر تسليم البيت، والبلدر مش ملزم يعطي تاريخ. اوه يعني طبعاً ما في تحديد.
لا، والان افويدبل ديلي هي مرحلتين، يعني بعطيك فيرست نوتس اللي بقول لك انه احنا راح يصير في تاخير على تسليم المنزل، وفي يعني والفتره التاخير مش محدد، بسموها الدايركت امباكت. خلال فتره الدايركت امباكت ما في تحديد اي مده. نص القانون او نص العقد بقول لك انه البلدر لازم يعطي استيميت اذا كان في بالامكان انه يعطي استيميت، بس حاليا تمام. يعني حسب اذا بدي راجع الويب سايت تبع تاريون بقول لك يعني الوضع الحالي ما بأهل البلدر انه يعطيك حتى استيميت للموضوع. وبس ينتهي مرحله الدايركت امباكت تبعت البانديميك راح يكون في شيء اسمه ريموبلايزيشن بيريود، شايف كيف؟ هاي اللي بتعطي البلدر الحق يعني بفتره كمان حتى يقول انه انا هلا رجعت مستعد لانه ارجع امارس نشاطي كالمعتاد. الاشي الجيد اللي انا بحب احكيه انه كل البيلدرز معظمهم خلينا نقول يعني as far as I know لساتهم مستمرين في عمليه البناء، لانه هم كمان محتاجين انه يبنوا على اساس يخلصوا البيوت عليهم ويصير تم عمليه البيع. فالاستمرار في عمليه البناء والكونستراكشن ما زالت موجوده، بس طبيعي بشكل جدا ابطا وكثير بطيء. معلومه بحب احكيها كمان بالنسبه للي عم بيستلم بيت جديد، بالنسبه للبري ديليفري اللي بسموه احنا البي دي اي بري ديليفري انسبكشن، هاي قبل ما يستلم البيت بيجي الكلاينت مع البيلدر بيراقب بشوفوا البيت بتشيكوا انه كل شيء مبني حسب التعاقد وحسب المطلوب. هاي حاليا في ريكومنديشن من تاريون انه تتم بشكل منفصل، انه مثلا العميل ممكن يروح لحاله من غير البيلدر والبيلدر بيروح لحاله، كل واحد بيعمل الليسته تبعته، وبعدين بس انتهى البانديميك ممكن هم يعني يناقشوها بعدين او يحلوها. لما تستلم البيت انت طبيعي معك 30 يوم انك تخبر عن اي نواقص او شغلات لازم تعمل في البيت ما انعملت. هاي الكريتيكال ديتس اللي هي خلال 30 يوم بدك تخبر فيه، او فترات ثانيه كمان اكثر من 30 يوم. هاي العميل بيستلم البيت مش ملزم انه يبعت نوتسز لتاريون خلال هاي الفتره. هلا كمان هاي الموضوع كمان صار عليه سسبنشن. استاذ اسامه، بالنسبه للاجراءات اللي حضرتك تفضلت فيها، احنا بنعرف انه الاجراءات يعني في لها الوضع المثالي، انه الاجراء الاول يفضل انه يكون قبل الاجراء الثاني، يكون قبل الاجراء، يعني في سيكونس ما بين هذه الاجراءات. هل لاحظت من خلال خبرتك انه في اخطاء متكرره في هذا الموضوع، ولو عملت بشكل افضل كانت تعطي نتائج افضل للباير، ولو انتبه الشخص اللي بده يشتري منزل لو انتبه لبعض الاجراءات انه يعملها قبل او ينتبه لها قبل كان وفرت عليه بشكل افضل، وكان نبهته لظرف او وضع بشكل احسن، وفعليا مش كل اللي بيشتروا بينتبهوا لها. هذا الشق الاول. الشق الثاني او السؤال الثاني، الان احنا بنعرف انه الناس راح يعني توقعنا انه موضوع العمل من المنازل ما راح يكون فقط مؤقتا الان، يعني ربما، وهذا نتوقعه ويتوقع الكثيرين، انه العمل من المنازل حيكون مستمر، حيكون يعني نسبه كبيره من الشركات حتشتغل على هذا الموضوع ويصير في عمل من المنازل بشكل اكبر. هل تتوقع انه هذا راح ياثر باتجاه من الاتجاهات على موضوع شراء المنازل، سواء من حيث الإجراء أو من حيث الشروط أو من حيث التكاليف أو من حيث التأمين أو من حيث من 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 اعتبارات مختلفة؟ يعني هو السؤال ممكن يكون له شقين. أول إشي الوضع الاعتيادي، الشغلات اللي دائما أنا بحب أنبه عليها للكلاينت، خاصة إذا متزوجين، إذا واحد مالك بيت هو يعني الحال الاجتماعي انه متزوج، دائما بنصحه انه يكون الاونرز الزوجين يكونوا هم الاونرز، وتكون الملكيه جوينت تيننت. طبعا هاي ما لها علاقه بشغله الملكيه من ناحيه انه هو اجراء قانوني ولا مش اجراء قانوني، يعني سواء احد الزوجين ملك او الزوجين مع بعض كانوا هم الاونرز الحال سواء. بس في المستقبل as estate planning الكويس انه يكون الزوجين موجودين على التايتل، لانه الجوينت تيننت اونرشيب في شيء اسمه سيرفايفرشيب رايت،
إذا لا سمح الله صار إشي لأحد الزوجين، الزوج الثاني أوتوماتيكيا حكما تلقائيا بيصير هو المالك لكل العقار، ماشي؟ ف وهاي بتوفر عملية يعني نقل بالمستقبل، انه ملكية. اذا انت بدك لما بدك تنقل الملكيه هلا بين الزوجين بالعاده يعني بيصير في شيء بنسميه رول اوفر، اوكي؟ يعني بيصير نقل ملكيه على نفس الكابيتال جين الاصلي اذا كان اصلا بيت سكن ما في ضريبه على الكابيتال جين، بس يعني اذا ما انتقل بيست اون ذا سيرفايفر شيب رايت وانتقل البيت فرضا استنادا للوصيه، في بالوصيه في شيء اسمه البروبيت فيز اللي هو رسوم تنفيذ الوصيه. البروبيت فيز راح تنحسب على قيمة التركة، على قيمة الاستيت، فبالتالي المنزل راح يكون هو جزء من الاستيت، اوكي، او من التركة، وبالتالي راح يندفع عليها بروبيت فيز. ولكن لو كان في جوينت تيننسي اونر شيب للمنزل وانتقلت الملكية بيس اون ذا سيرفايفر شيب رايت، بالتالي المنزل وقيمة المنزل حسب الماركت فاليو ما بتكون جزء من التركه، وبالتالي ما بنحسب عليه البروبيت فيز، شايفين؟ فهي واحده من الشغلات اللي انا بحب دائما لما يجيني كلاينت واعرف انه مثلا هو متزوج بس حاطط البيت في اسم احد الزوجين، بفضل انه اقول له لا، يعني اسال، يعني استشير المحاسب تبعك او المستشار الضريبي اللي تتعامل معه، اتوقع انه راح يقول لك انه كون انت وزوجتك. وحتى في ناس بدخلوا ابنائهم، يعني انا في عندي كلاينتس يعني الاب وابنه والام وابنها كمان، يعني بدخلوا واحد من الابناء في كل منزل، شايف كيف؟ حتى يستفيدوا من شغله السيرفايفر شيب رايت. بصير ثلاثه يكونوا ولا بس بصير اثنين؟ بصير ثلاثه. هي شرط السيرفايفر شيب رايت انه يكون الحصص بالتساوي، يعني ما بتقدر تقول انا يعني او سوري جوينت تيننسي اونر شيب، ما بصير اقول انه انا مثلا عندي 20% غيري عنده 30% غيري والباقي عنده 50. جون تينت راح يكونوا بنفس النسب. طبعا في شغله يعني هلا بدناش كمان يعني هاي تفصيل زياده، ممكن يكون في نفس التايتل اربع اشخاص، شخص كل اثنين عندهم جوينت تيننسي اونر شيب، يعني زي ما تقول جروبين، والجروب نمبر 1 مالك مع الجروب نمبر 2 والملكيه بين الجروبين تيننسي ان كومن. اوكي، يعني في 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 حالات بتنعمل، هاي بتكون طبعا اللي عنده زي ما تقول استيت بلانر وعنده اكاونتنت او بيتعامل بهاي الامور، واحنا كمان يعني بيصير في تعامل مرات بينه وبين الاستيت بلانرز على هاي الامور، فبحطوا التركيبه اللي هي الانسب لكل عائله، ما في قاعده واحده للجميع، شايف كيف؟ كل واحد حسب يعني اللي بيناسب زيد ممكن ما يناسب عبيد، عرفت كيف؟ يعني بتعتمد على كل واحد وضعه الاجتماعي وحالته الاجتماعية والوضع يعني وضعه بشكل عام. وصراحة سؤالي لأنه كان في عندنا غرفة في البيزمنت نسجلها باسم آدم على فكرة على هاي النقطة في شغلة ممكن أحب أحكي لكم إياها، في كتير منازل شايف كيف بكون فيها two occupancy permit، يعني نفس المبنى ممكن يكون ماخذ ترخيص من البلدية إنه بتستعمله كمنزلين مستقلين، شايف كيف؟ فبكون في ناس بكون عندهم مثلا البيسمنت له اوكيوبنسي بيرميت، والجراوند ليفل والفيرست ليفل عنده اوكيوبنسي بيرميت ثانيه، فبالتالي انت بتقدر تاجر البيسمنت او انك تعيش انت بالبيسمنت وتاجر الاذر بارت فروم ذا اوف ذا هاوس. في حالات بتصير هاي على فكره، فانت يعني المساله اللي بتحكيها في لها اساس قانوني. هلا النقطه الثانيه على اخ محمد حكى انه وركينج فروم هوم، هل بتغير هذا الموضوع؟ أنا ما بحس إنه في تغيير راح يكون بالنسبة للعقارات، أنا بالعكس متخيل إنه بس تنتهي البانديميك يعني الضغط راح يرجع زي أول وممكن أكثر شوي، شايف كيف؟ لأنه إذا ما البيلدرز ما بلشوا يطوروا كوميونيتيز جديدة بالوقت الحالي راح يكون العرض أقل من الطلب، شايف كيف؟ فلا أنا ما بتخيل يعني working from home، ما أتوقع إنه راح يأثر. ممكن يصير طبيعة المنزل أنت بدك تشتريه تختلف، يعني إذا واحد مثلاً بقول لك معظم شغل working from home ممكن يكون إنه بده مكتب، يكون شيء أساسي إنه يكون في عنده مكتب ولا يكون في عنده طابق يعمل فيه البزنس تبعه، شايف كيف؟ فممكن طبيعة البيت اللي راح ينطلب راح يكون مختلف، بس كإجراءات قانونية يعني أنا مش شايف راح يكون فيها أي تغيير،
كطبيعة منزل وجمعت الريل استيت أعلم مني بهذا الموضوع، أتوقع راح ممكن تكون الطلب أو طبيعة المنزل تختلف. طب في سؤال من عمر، عمر من بيحكي هل يجوز لمشتري كندي يسكن خارج البلد خارج كندا بإتمام عملية الشراء لعقار وهو غير متواجد شخصيا نهائيا؟ Yes and no. ماشي، هلا ما بعرف اذا هو عم بيسأل في الوقت الحالي ولا عم بيسأل بشكل عام. اذا بدنا نحكي بشكل عام، اكثر شغله احنا بتخوفنا بالمحامين انه نتاكد من الايدنتيتي تبع الكلاينت، خاصه اللي بيبيع. ماشي، اللي بيشتري ممكن يعني كمان بدنا نتاكد من شخصيته طبيعي، بس ما في حدا راح يحط لك مثلا مبلغ مصاري وما يكون هو نفس الشخص، شايف كيف؟ يعني شراء منزل وانت مش موجود في كندا بتم طبعا جود لك اذا بتقدر تاخذ مورجج من كندا، اكيد ما راح تاخذ يعني، او تاخذ بس يعني انا بعرف انه في مثلا احد البنوك انعرف جدا انه بعطي مورجج للي مش للكندي اللي مش مقيم في كندا. حتى انا في صارت حالة عندي إنه الزوجة الكندية، الزوج مش كندي موجود في الإمارات والبنك أعطاه مورجج بشرط إنه راح يدفع أكثر من 35% بهذاك الوقت كان، وقبل إنه يعطي مورجج ويكون إنه هو يعني، والبنك الكندي أعطى مورجج بناء على يعني إثبات إنه هو بيشتغل برا كندا. ماشي، ومعظم البنوك أظن بتسمح إذا راح يدفع أكثر من 35% من قيمة البيت. بس يعني هاي الحالة شو صار فيها كمان الشخص أخذ المورجج وما أجل يوقع على البيت، يعني تم التوقيع على أوراق المورجج من ضمن زوجته بناء على باور أوف أتورني. فالتوقيع ممكن يتم لشخص يشتري بيت ويكون في عنده وكيل في كندا يوقع بالنيابة عنه، أنا عملتها كذا مرة. ماشي، وهي جدا بسيطة. النقطة اللي إحنا بنخاف منها إذا ما في عنده وكيل في كندا، اوكي، وما عنده باور اوف اتورني فاليد ان كندا انه تستعملها في كندا، بيصير في عندنا احنا بدنا نعمل ايدنتيتي فيريفيكيشن. بدك تعتمد، بدك تكون في عندك شخص انت بتسميه يور ايجنت كمحامي، هو اللي بده يعمل ايدنتيتي فيريفيكيشن للشخص اللي موجود خارج كندا، وهو اللي بده يعطيك التأكيد انه هو تأكد من شخصية المشتري فرضا، او اذا كان بائع شخصية البائع، وبتصير مراسلات بينك وبين المحامي، بالاغلب بكون محامي، لا ممكن يكون مش محامي، بس الايجنت تبع اللي انت راح تتعامل معه راح هو يعطيك تأكيد على الايدنتيتي فيريفيكيشن، وراح يصير التوقيع امامه. هاي بتصير حاليا مرات بكون في ناس من different province، يعني ناس بكون مش بأونتاريو، بكون بنوفا سكوتشا، بكونوا ببريتش كولومبيا. كتير احنا المحامين يعني بنعمل witnessing وcommissioning للتوقيع ونبعتها للمحامين التانيين، نقول لهم انه احنا عملنا الايدنتيتي فيريفيكيشن، بنأكد انه الشخص اذا وقع امامنا وبتم البيع بتم في بريتش كولومبيا ولا نوفا سكوتشا. شايفين هاي بتصير جوا كندا بين مكاتب محاماة جدا سهلة، برا كندا أصعب مش شوي. أصعب شوي. يعني أنا عملتها لناس في نيويورك وكان عن طريق مكتب محامي أمريكي، هو عمل لي الايدنتيتي فيريفيكيشن وخلصنا الموضوع. كنت شوي متحسس منه لأنه كنت بمثل الفندر البايع، شايف كيف، مش المشتري. بس يعني الأمور جرت يعني بشكل، يعني تأكدنا، عرفت المحاسب تبعه موجود في أتوا، فأنا تأكدت من المحاسب تبعه أنه موجود، تأكدت من شخصيته، تأكدت من كل هالأمور، وتم التوقيع بعدين ريموت، ما صار في اي مشكله. طيب في سؤال سريع من الدكتور مخلص، هل يحق لغير الحامل للاقامه الدائمه او الجنسيه تملك بيت في كندا؟ 100% ما في اي مشكله، مين ما كان بيقدر يشتري في كندا. بس في نقطه، وهذا سؤال جدا مهم، في نقطه انك انت لا تشتري بيت وانت مش كندي او مش مقيم، شايف كيف، ما في اي مشكله. يوم ما بدك تبيع في إجراءات خاصة under section 116 من tax act، بيصير أنت بتحتاج تعمل hold back ل at least 25% من proceeds of sales، بتحجزه عندك لحد ما إنه البائع
اللي هو مش كندي او حتى كندي ولكن مش مقيم نون ريزيدنت، شايف كيف؟ يعني هي الاساس المعيار هو الريزيدنسي اكثر. If you are non-resident, okay, you, non-resident Canadian, خلينا كمان نكون أدق في الموضوع. يعني أنت إذا مش كندي أو كندي غير مقيم، لازم المحامي يعني اللي بيمثل المشتري أنه يعمل hold back على 25% من المبلغ لحد ما أنه البائع يجيب شغلة بنسميها compliance certificate من CRA من Canada Revenue، بيأكد أنه هو ما في مستحقات ضريبية على البائع. وهاي لازم يتم الـ Compliance Certificate لازم تطلع خلال 30 يوم من يعني في نهاية، يعني مش من البيع، من الشهر اللي من نهاية الشهر اللي تم فيه البيع، شايفين؟ يعني 30 days from the month following the month of the sale، عرفت عليك؟ يعني إذا بعنا مثلا بشهر 3 لازم باخر 4 تكون كومبلينس سيرتيفيكت طالع. لما يكون عندنا هيك حاله دائما احنا بنحكي للريل استيت ايجنت انه بنطلب منه لو بيقدر انه يعمل كلوزنج على اول الشهر، بالتالي مثلا بيصير فعليا للمحاسب شهرين ليقدر يحصل كومبلينس سيرتيفيكت. هي بالوضع الاعتيادي كانت تاخذ من 6 ل 8 اسابيع يعني. واذا تاخر شويه السي ار اي ممكن تعطي شيء اسمه كومفورت ليتر. اوكي، إذا ما أجتنا الكومبلينس سيرتيفيكت أو الكومفورت لتر، أنت مضطر إنك تحط المبلغ تودي تعمل ريميتنس لسي آر إيه، ماشي؟ وبعدين المشتري بس يعمل الكومبلينس سيرتيفيكت بحصله من سي آر إيه. أول كان في شوية تساهل بإنك تعمل الريميتنس بعد 60 يوم أو بعد 30 يوم، بس حاليا زي ما تقول سي آر إيه هم بتحط غرامات، فبالتالي إحنا بنفضل إنه ما نعمل عملية بيع. يعني أستاذ أسامة، المطورين العقاريين الآن بسبب الكوفيد 19 هل في عندهم إمكانية لتأجيل، وكم هل في ليميتيشن للتأجيل هذا، وهل في شروط حتى ينقبل موضوع التأجيل تبعهم، ولا هذا ممنوع أو مسموح مفتوح بشكل كامل؟ هل في شيء عالج المسألة هاي؟ القانون العقد واضح، سكشن 5B من التاريان ورنتي واضحه انه انت ما يعني البيلدر بحق له انه يعطيك نوتس اوف ان افويدبل ديلي، ويقول لك انه احنا راح يصير في تاخير في البناء، شايف كيف؟ ومش راح نسلمك في الموعد، وما راح نحدد موعد، يعني ما راح يحددوا موعد. طبعا هذا مره ثانيه باكد انه لا يعني انه البيلدر مش مستمرين في البناء، هم بيقدروا يستمروا في البناء ولكن ما بضمنوا انه يسلموك بالموعد المتفق عليه او بالكريتيكال ديت، شايف كيف؟ وفي لها تفصيل اكثر، يعني مرات اذا انعطت بين الفيرست تنتاتيف ديت والسكند تنتاتيف ديت بكون في اجراءات ثانيه تفاصيل اكثر، ما اتوقع يعني في داعي نفوت فيها هلا بالوقت الحالي، يعني الوقت البرنامج ممكن ما يسمح هذا الموضوع، بس فعليا يا ما بتقدر. في نقطه مهمه انه الناس كانت تسال، هل انا can I walk away، يعني can I walk out of the contract، can I terminate the contract، can I rescind the agreement. من 100 سنه وجاي، يعني صار في كمان عليها نقاش باللو سوسايتي، بقول لك يعني ما في سوابق قضائيه بتقول لك انه انت you can terminate the agreement because of the pandemic كمشتري، ماشي؟ الا طبعا اذا في نصوص بالعقود، وهي فعليا ما في نصوص بالعقود يعني اللي انعملت. اوكي، يعني في يعني يو كانت ترمينيت لانه في فورس ماجور مثلا، ما في هذا النص، مش موجود في اغلب العقود، ماشي؟ والانفورسين ايفنتس اللي بتيجي تحت بسموه الفرستريشن اوف كونتراكت، يعني هو بصير تنفيذ العقد مرهق لاحد الاطراف، فبالتالي بطلب هو تو ريسند ذا اجريمنت او انه تو ترمينيت ذا اجريمنت. ما في سوابق عليها وما في ضمانة على عملية انه انت بحق لك انك تلغي العقد. العقود الموجودة حاليا فيرم انك تطلع منها، يعني ما في محامي ممكن يقول لك انت بطلع لك، لانه هو مش قاضي وما في سوابق قضائية انه المحامين يستندوا عليها ليقولوا لك بحق لك انك انت تلغي العقد ولا ما بحق لك. فبالتالي اللي عنده عقد يفضل انه يعني يحاول انه يستمر فيه ويدبر الفاينانسينج. كثير ناس بيحكوا لي انه احنا ممكن ما نقدر ناخذ مورجج، ترو، هاي مشكله. ممكن انه تخلي البيلدر يوافق انه يعمل لك اساينمنت للعقد، انك تروح مثلا
تعمل حوالة للعقد أو إنك ما تأجل التسليم، بس فعليا ما في سند قانوني. يعني البيلدر he must act reasonably، بس برجع بأكد إنه ما في سوابق نقدر إحنا نعتمد عليها لنحكي للكلاينت بطلع لك إنك تطلع من العقد أو تأجل العقد أو إنك تعمل إشي من هذا النوع. كيف؟ هاي لازم يكون الناس منتبهين لها. طبعا احنا زي ما طلبوا منا كتير انه نحاول نختصر من وقت البرنامج، لكن للأسف المعلومات صراحة كتيرة. يعني في عندنا أسئلة ما انسألت، وأنا متأكد انه بعض الجمهور عندهم أسئلة ما انسألت، لكن خلينا يعني احنا كنا بدنا نسأل شوية كتير عن الوصية، لأنه عم بنسأل أسئلة. يعني صراحة إجاني يمكن 15 سؤال، لكن اليوم مستحيل نسأل. فبدنا منك أخونا أسامة، الأستاذ أسامة، بدنا منك يوم يكون عندك وقت نطلع الساعة 6 المساء نحكي عن هذا استثناء، يعني هيك هدية، لأنه الجماعة كتير مهتمين فيها، موضوع مهم جداً. بعرفش بناسبك يوم الثلاثاء القادم؟ جاهزين جاهزين، يوم الثلاثاء بناسبني، يوم الأربعاء بناسبني، بس لحظة شوي أشوف الأجندة. على الساعة 6 وبالإجمال يا يعني أنا بخلص شغلي 6، بس لا أتأكد إنه ما في مواعيد محطوطة أوريدي. يعني الأربعاء الثلاثاء 28 الشهر، نعم بزبط 28، يوم خلاص الثلاثاء 28 ممتاز. على الساعة 6. شو رأيك أستاذ محمد؟ ممتاز وأنا على جدا فكرة الموضوع. بعتذر إذا أنا بعتقد إذا تفضل. كنت عم بحاول أحكي بشكل أسرع أو بشكل سريع، شايف كيف؟ فإذا ما كان يعني إذا لا كان لا في لا، شغلة يعني ما كانت يعطيك واضحة العافية. بالشرح، شايف كيف؟ فأعذروني وأنا جاهز. يعني أي حدا عنده استفسار يعني don't worry just give me a بالعكس. call، بعتبرها جزء من البرنامج يعني مكمل. يعني تسلم 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 يا أستاذ أسامة، ودائما دائما يعني الجلسة معك لا تمل، والوقت الله يخليك. بياخذنا واحنا مش عارفين. وكمل معلومات القانون، انا بحس انه استاذ اسامه انولد محامي، انولد قانوني يعني بالفطره، هيك بالفطره قانوني. فيعني وكل ما نتكلم في المواضيع اللي لها علاقه بالعقود والقوانين والاشياء هذه بنشوف في تنبيهات، وانا من الناس اللي استفادت حتى على المستوى الشخصي في بعض التنبيهات اللي كانت يعني حساسه جدا في العمل، وبشكر عليها الأستاذ أسامة. وبدي أقول قبل ما أقول وقبل ما أشكر الأستاذ أسامة شكر اللي يستحقه حقيقة، بدي أقول إخواننا إحنا موضوع الوصية موضوع جاء عليه أسئلة كثيرة وأجلناه كثيرا حتى ما يربط البعض موضوع الوصية بموضوع الوباء، يعني بكفي الناس تشاؤما وبكفي الناس سلبية، لكن من كثر الضغط اللي إجا بالأخير الدكتور جمال رفع السكين علي وحط السيف وقال لي بدنا نعمل وصية، بدنا نعمل وصية. فاستسلمت. والله إجاني صراحة إجاني أسئلة كتير والناس بتسأل، يعني لازم يستفيدوا. وأتوقع أن الأستاذ أسامة يعني نستغل القامة الكبيرة اللي موجودة في مدينة أطلع ما بستاهل والمعلومات اللي عنده أكيد راح تفيدنا. يعني شوف وأنا بدي أشكر أستاذ أسامة شكر حار على قبوله تسلم. إنه يطلع معنا كمان في حلقة القادمة على موضوع الوصية، وإن شاء الله الإخوة جميعا يستفيدوا، وإحنا أكيد حنستفيد من موضوع الوصية، ونعتبر الموضوع هذا ما له علاقة بفترة الوباء، نعتبره موضوع له علاقة بطلبات طوعي. الجمهور، بطلبات صح. الجمهور. مداخلة نعم. بسيطة اللي أنت حكيته فعلا، يعني أكبر غلط إنه إحنا يعني نربط موضوع الوصية بموضوع الباندميك. هذا ما له علاقة بهذا، شايف على كيف؟ الوصية هذا متطلب، ولو إنه هو مش إلزامي، يعني مش بالقانون أنت مش ملزم تعمل وصية، ولكن ظروف الحياة ظروف المجتمع طبيعة البلد بتأيد أو بتشجع إنه كل شخص يكون عنده وصية، شايف كيف؟ وفي لها شرح كتير إن شاء الله، يعني ممكن يوم الثلاثاء نحكي فيه بإسهاب أكثر. بس الأكيد إنه اللي تفضل فيه أخ محمد إنه ما له علاقة أبدا في شغلة إنه وباء ولا مش وباء،
وجود وباء من غير وباء يعني، والله يبعده عنا قريبا هذا الوباء. موضوع الوصية موضوع مهم، و it's very recommended إنه every spouses at least يعني إنه المتزوجين يعني حتى العزبية طبيعي، بس يعني بالذات المتزوجين وعندهم أولاد وصار عندهم investment كذا، كتير كويس إنه يكون عندهم وصية. أنا بدي أترك الميكروفون آخر دقيقة إذا بدك توجه أي رسالة للجمهور. يعني أهم رسالة هلأ أحكي لكم stay home، انتبهوا على حالكم، وإن شاء الله أكون وفقت يعني إنه وضحت ولو جزء بسيط من الإجراءات القانونية لعملية شراء منزل في أونتاريو بشكل عام. وأي شخص عنده أي استفسار أنا ما عندي أي مشكلة يرفع الخط ويتصل علي، وأنا يعني جاهز ألبي أو أجاوب أي شخص على أي استفسار عنده إياه يعني. ما ودونت وري يعني، اخوكم انا هون واحكوني يعني ما يهمك. تسلم استاذ اسامه. استاذ محمد عندك شو تحكي؟ بدي اشكر الجميع واشكر مره اخرى الاستاذ اسامه على تعاونه وتواصله، وحقيقه المعلومات الرائعه اللي بيقدم لنا اياها دائما. وبدي اقول للاخوه خليكم معنا، وزي ما انتم خليكم في البيت خليكم معنا. البرامج هذه هدفها انها يعني تفيدكم في المكان اللي انتم موجودين فيه، لحد ما بعدين ننطلق ان شاء الله للحياة ونشوف كيف الترتيبات اللي حتصير. يعني انا ودكتور جمال عمالنا بنرتب لمشروع مشترك، ان شاء الله ربنا يعيننا ان ويوفقنا فيه. اكيد حنحتاج الاستاذ اسامة و على راسي في الموضوع، رب العالمين يسهلها. وشكرا جزيلا للجميع. طبعا شكرا لاستضافتي. بشكر الأستاذ أسامة مرة تانية، أنا وصديقي محمد كلانا وجميع المشاهدين اللي استفادوا من المعلومات، نشكرك شكر جزيل على أعطائنا هذا الوقت من وقتك. طبعا اللي ما بعرف المحامين أكثر ناس بيعملوا تشارج على الوقت ترى فالساعة هاي مكلفة، لكن يعطيه العافية فري فري أعطانا إياها مجانا، ومعطينا كمان وقت مرة تانية مجانا بده يتكلم إن شاء الله معنا على الوصية إن شاء الله يوم الثلاث. إذا ما صار أي تغيير رح نعلن عن الموضوع. إذا عندكم أسئلة عن الموضوع تبع اللي حكينا عنه اليوم ممكن تتواصلوا مع الأستاذ أسامة، إحنا حطينا المعلومات تبعته. إذا بدكم برضو تشتروا بيت، بدكم تسووا وصية، بدكم تسووا أي عقد، بدكم تسووا أي شيء، ممكن تتواصلوا معه، أكيد رح يخدمكم ويساعدكم. موضوع الوصية إذا في عندكم أسئلة نحضرها، يا إما بترسلوها للأستاذ محمد يا إما لإلي مباشرة عشان نكون مجهزينها ليوم الثلاثة القادم. بدي أذكركم في لقاءنا يوم غدا، راح يكون لقاء من نوع جديد، راح تكون معنا ضيفة من ولا بلاش نحكي من وين، خلينا نحكي إنها ضيفة صينية، ضيفة غير عربية لكنها تتكلم اللغة العربية وتتقنها، و فرح يكون اللقاء حضاري عن ايش بفكر. احنا عندنا تفكير عن الحضارات الثانية، بدنا نشوف شو الحضارات الثانية بتفكر عنا احنا العرب، كيف بيجيبوا يعني بيستقبلونا، كيف الثقافة العربية بالنسبة لهم، دراسة اللغة العربية، يعني أسئلة راح تكون بهذا المحور. فكونوا معنا في لقاء غريب بكرة. احنا طبعا لسه ما حضرنا ولا بروفا ولا بنعرف شو نسوي، لكن إن شاء الله راح يكون لقاء ممتع. الساعة 8:30 ونراكم على خير، تصبحوا على خير. شكرا للجميع، شكرا، تصبحوا على خير.